السلام عليكم الاحباب، كي دايرين؟ مزيانين، نتمنوا انكم تكونوا في احسن الاحوال. كما كتعرفوا اليوم اول نهار غنخرجوا مع هاد لاراس هادي البيغل. السابق اللي درت معكم عليها قلت لكم ان هي اول مره غنشبر هاد لاراس ندريسيها، ودخلت انا جبرت قريت عليها قال لك ديفيسيل، ولكن ماشي مشكل، بجهد الله اي حاجه كتولي فاسيل. واليوم يكون اول نهار، هانتوما كتشوفوا يعني البارح كان النهار ديال التعارف عليا انا وياه، واليوم شويه تجاوب معايا. انا كيما مشيت للملبانه باش ندي شي حاجه، هو عامل بابوجي يعني مزيان، واخا يعني طلب واحد شويه الوقت باش عملت له بابوجي. والاستاذ هو معايا جانجو، سي بيان جانجو، بالتحيه للعباد. كيما كتعرفوا يعني كيعاوني بزاف بابوجي متخشيان حتى هو، وان شاء الله دابا غنمشيو لواحد البلاصه هنايا في مدينه العرائش كيقولوا لها باركو اتلانتيكو الكورنيش، وتكون البدايه ديالي ديال الدريساج ديالي اليوم معاه. و تسناوني باش نسيب لكم شي حاجه اللي غنستافدوا منها مع بعضياتنا. السلام عليكم الاحباب، كما قلت لكم حنا عندنا من جديد، يعني اليوم اول نهار ديال الخدمه ديالي معاه. يعني الكلب كيكون في الدار يعني مربوط، يعني ضروري خصك ملي تخرجو تعطيه على الاقل واحد 5 دقائق ديالو، يعني يفرغ المكبوتات وكدا ويعمل لي الزوان ديالو. وعندك ساعات كتبدا مع الدريسات باش كيكون حتى هو مهيئ، فهمتي؟ مثلا بحال هيدا، يعني اليوم اول نهار هو بحال لي مربوط، لكن هو بحال لي مرخي ولكن هو مربوط. يعني الطريقه هذه احسن طريقه باش انتينا كتعرف الكاركتر ديال الكلب، واش هي مي تعيط له واش يجي لعندك ولا لا. لكن دابا كتحاول ما امكن ما تهضرش مع هذيك جوج دقائق الاوليه، خليه يشمشم يعمل لي بزوان ديالو المسائل ديالو هذيك الساعات. اليوم نتعرفوا على مدينه العرائش، والكينغ هو معايا جانجو كما قلت لكم استاذ بوكي. يلا زيد فيان بوكي، سي بيان سي بيان بوكي، سي بيان، اجيب شويه سي بيان بوكي سي بيان. يعني دابا نعمل له واحد الدويره حتى لتحتي، هاديك الساعه نبداو مع دريساج العرائش هادي. مشهورة مدينة العرائش بالبحر، و يعني أي حاجة في مدينة العرائش غتجبروها، بغيتو البحر بغيتو الغابة بغيتو الواد بغيتو الحوت بغيتو أي حاجة موجودة الحمد لله. نتمنى أن ندوز معكم وقيتة مزيونة ويعجبكم هادشي هدا، وفي نفس الوقت اللي ما كيعرفش مدينة العرائش يتسالى معنا مدينة العرائش، و ومرحبا بأي واحد في مدينة العرائش. سي بيان كوكي سي بيان. دابا يعني نحاول ندي حتى لواحد البلاصة لتحت نولي نرجعو، غادي نبدا مع الدريساج ونعود معكم. هو الكينغ سخفان، سخفات الشمس اليوم الحرارة شوية. ها هو طلع جلس جانجو ليه، طلع بلاصتك، جلس تماه با بوجي بلا ما نعاود الهضره، كتسمعني؟ خليه يتصرف كيما بغى، با بوجي. اوكي بوكي با بوجي سي بيان، با بوجي سي بيان. يعني البارح كنت مع با بوجي، وكيما قلت لكم يعني لا جانجو ولا كزينة وكارلا كيعاونوني في الدريساج بزاف، خصوصا با بوجي. العرائش هي العرائش جديد. با بوجي، شني قلت لك؟ شني قلت لك؟ جلس كوشي سي بيان با بوجي. نو با بوجي جانجو. كيما قلت لكم هي العرايش، نتمنى انكم تعجبكم مدينة العرائش.
انغو بوكي با بوجي با بوجي سي بيان. السلام عليكم الاخوان، كما كتشوفوا هبطتهم شويه للطليله باش ياخذ راحتو. او بوكي بوكي بوكيتو سي بيان، بوكيتو سي بيان سي بيان غزال. والكينغ راه هو تا هو سخفان با بوجي. المهم كنخدموا معاه شويه ديال با بوجي اليوم، يعني اليوم نرسلو با بوجي غندوي معاه في مسائل واحده اخرى. با بوجي سي بيان. يعني ها هو يعني الحمد لله يعني فهمه، يعني فاهم با بوجي خصها الفينيسيون ديالها، يعني باقي يعني ما عندوش 100%، يعني واخا هو يعني دابا جالس مدة طويلة لكن باقي ما كان. إذا كان عنده با بوجي 100% أنا كنحس بها، الميتخشيان كيحس بها فهمتي، ولكن كاين تحسن كبير بزاف ديال با بوجي ومازال عينود فهمتي، دار عينود ولكن ماشي مشكلة سي نورمال، هي كتزيد الدقة. أنا قلت لكم يعني الفينيسيون وإن شاء الله ها هما، ان شاء الله نتمنى انكم يعجبكم هادشي اللي كندير معكم. وادي مدينه العرائش اللي معروفه بالبحر ديالها، يعني عامله بحال شي جزيره جات من مدينه فوق شي حجره دايره بها البحر. الجماليه يعني الشيء الحراره هي اللي كانت كتخليه ينوض، يعني ما مجبر الظليله هو عامل با بوجي، يعني هادي كرام ما عطيتوش ديك 5 دقائق ديالو ديال يقضي حاجه ويشمس مكدا، كان غيكون يعني مازال خصو يخوي المكبوتات يقدر ينوض، ولكن الحمد لله يعني كتنقص له ديك الجهد وكيترصى. وصراحه يعني الكلاب كيتعلموا من بعضياتهم، يعني بقوت لي جانجو كيعاوني بزاف، يعني هاد بابوجي حتى اذا كنت انا على المالو بوحدو يعني واحد خص واحد الاربع ايام وكتقول لي بابوجي بابوجي فهمتي نهار وليل، يعني جانجو كيقدر يرسيها لي في ساعه المكانه فهمتي ولا جوج سوايع المكانه كاع اولا النهار ديالو. المهم كتكون النتيجه مزيان الحمد لله، ربي ما كيحشمنيش يعني اي لاراس كانت. كطيح كونفيونس فيك فهمتي كيفاش، كيحاول معاه يعني كيعرف كاركتر ديالك كيفاش عامل، حتى هذيك ملي غتقول له اجي كيعرف انت غتفرح به وكذا، ماشي انت مازال ما يعني ما عرفتي الكاركتر ديالك الشخصيه ديالك على الكلب مازال ما عرفتيهالو، خصك خصو يجي عندك وبيه بيه. لا ماشي كلشي ماشي كلشي يعني في دقه واحده، يعني شويه بشويه هو الاسلام اللي هو ربي بامكانه يعني يحط يجيبه في دقة وحدة، يعني جابوا بمراحل آية آية بصغرى بصغرى، هذا اللي هو الإسلام فهمتي. أنا أسك مسائل وحدة أخرى، يعني هذه قاعدة اللي في أي مجال خصك تمشي بها، يعني كل شيء بشوية 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 بشوية. شويه دابا غنحاولوا نرجعوه لبلاصتو نشوفوا واش عايز تكون ديك الطاوله ولا لا. يلا فيه ستوب اسي اسي ستوب يلا كوشي 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 سيبي سيبي با كوشي با كوشي. يعني كيما قلت لكم يعني يعني لعبنا معاه شويه مي عترجعوا يعني تاع بلاصه اي ستوب اي يعني ها اسي ستوب سي بيان كوشي
يعني حتى الطريقه اللي خصك تهضر مع الكلب ديالك يعني ما تقولوش شنو هو ما غاتقول له مثلا عصي خصك يحس بانه واخا كما قلت كيما سبق لي قلت لكم واخا ما تكونش معصب يعني خصك تخليه يحس بك انك انت تعصبت عليه ملي كيعمل مثلا شي خطا ولا شي حاجه يعني يحس بدقه القلب ديالك دابا يعني انا ما معصب ما والو يعني فرحان والحمد لله يعني فرحانين بزاف يعني ملي غنجي مثلا نقول له ستوب ولا شي حاجه خصني نقول له شويه يعني خصح معاه شويه يعني باش كيحاول يتكونيكتا معايا ملي كيفهم الكاركتير ديالو كيفهم الكاركتير مولاه يعني ديك الساعات يعني اي حد كيما قلت لكم يعني راه يبلغ الغمزه كيولي يفهمك الاشياء ديالك يعني وان شاء الله يعني تابعونا يعني كل مره انا يعني كيف قلت لكم يعني مازال معايا 15 يوم جوج سيمانات وكل مره نصيفطكم الجديد ديالو يعني حتى تتبعوا هذه المراحل كامله 15 يوم يكمل الدريساج ديالو يعني غتكونوا شفتوا يعني كيفاش كان وكيفاش ولا والطرق كيفاش تعاملت معاه فيها ونتمنى ان يعجبكم هذا الشيء.